جينا نتسائلوا على الحكومه هذه، على اندرا شباب ولايه القصرين هو شباب تونسي فعلي ولا كان في بطاقه تعريف في الهويه؟ يا خويا كان في الهويه اسحبوه، هذه حاجه. جينا نحن رانا حشنا بقرارات فعليه واجله توا، اللي هو الانتداب الفوري. راهي العبيد هذه يعلم ربي بحوالها، راهي ناس ما لقيت باش تاكل، مش جاي لهنا باش تعدي نزهه في تونس. راهي العبيد وجوها مدخنه، ما لقيت باش تاكل تاخذ خبزه باش تاخذ كيلو فلفل، كل واحد يعلم ربي بحواله. ناس وسط 40 سنه والى حد الان مازالوا ما انتدبوش لهم. اخي نحن صغيرين تقولنا تنميه وبرنامج فرصتي، هي تنميه نمشي معاك في التنميه. ولاية القصرين اللي كانوا دي ديستريبسيون وين هي؟ انت باش تزفت لي كياس تكلف لك بالمليارات، اخي انا باش نمشي به في فولكسفاجن، اني نمشي على رجلي عمري عديت ونمشي على رجلي ونشق في الجبال، ما لقيتش حق كراسه باش ناخذها. من بعد اليوم 18 و20 سنه قرايه، تجي انت تقول لي لا تنميه تتفكرها تو التنميه؟ اوترومون الدوله هذه شكون مسؤول عليها؟ السلطه التنفيذيه اللي يقولوا لي الاقتصاد نتاعها طايح، اخي مسؤول عليها انا اللي ناكل في الحاره؟ ما يجيناش باش ناكلوا؟ مانيش مسؤولين عليه. ماكم انتم كواد دي كادر وكومبيتون يا خويا نهضونا بالاقتصاد نتاع البلاد هذي، عملونا مشاريع، عملونا علاقات البر، انتم اللي تجيبوا الفلوس، راه مش نحن باش نجيبوها الفلوس، مش نجيبوها انا بطال. هذا الوفد كان باقتراح من السيد الوالي عن طريق المعتمدين، معناها وقع تكليف اثنين من كل معتمديه حتى يمثلوا تتمثل الولايه ككل. هذا الوفد يتركب من 30 فرد وممثل، ممثل من اصحاب الشهاده العليا او من بقيه الشرائح الاجتماعيه الاخرى. ثم وقع جلسه على الساعه 9 صباحا في مقر وزاره التشغيل. احنا كي جينا الجلسه دي جاءنا للبحث عن حلول. المقترحات تمت عن طريق نواب الجهه اللي زاروا المعتصمين في مقر معتمدياتهم او في الولايه وقدموا مقترحات. المقترحات معناها كان من المفروض انها تكون معناها وصلت، لكن وقدومنا الى تونس كان رغبه في ايجاد حلول من الوزراء المعنيين، لكن هذه الجلسه انتهت بانسحاب ممثلي الجهه لان هذه الحلول لم تلبي طلبته. اول ما جو قلنا نحن طلاب، قالوا ننظموكم، قلنا لهم نحن ننظموا رواحنا، راه باش ناخذوا الاتصالات من الاول الميكرو باش يدور على العباد تو يحكي كل واحد. قلنا له اسمعونا ومن بعد نسمعوكم. الميكرو يدور من باي كان من الاول والثاني الكلمه، وسيد الوزير يقوم يقول ما عندناش تشغيل، ما ثمش حتى دوله تنجم تخدم بكيف تو نحن جايين هذاك المطلب نتاعنا، وانتم راهو مطالبهم وصلت سفير انتوم اللي وصلت ليهم، راهو من نهار 19 واحنا نبعثوا في المطالب انه نحن حاجتنا بالتشغيل الفوري. حتى كبرود الدم حسسنا انه لا علاقه، بل بالعكس ولا يعلم فينا في اداب الحوار، ولا يقول لنا ما تصيحوش وما يجيش كيفك وما ندري شنيا ورمى كلمات ما نعرفش بالرسمي، ما تجيش ما تتوجهش من وزير اصلا ما تخرج بالرسمي. يعني الحقره شبعنا بها في القصرين، زدنا جينا لهنا من المسؤولين الشوي تاعها، الوصول لهنا زدنا من المسؤول منا ليه. يعني هذا وزير تشغيل يقول لك ما عنديش شغل وما عندي ما نجمش نخدم، ما عليه انت اش تعمل؟ قال لك ما تحملونيش البطاله ولا الوزراء القبلي والحكومات القبلي اللي ما خدمتكش. ما خدمتنيش، راه نهار اللي انتخبت انت سيادتك، انا قدمت الانتخابات راك قدمت لينا نخبونا باش نعملو لكم باش نعملو لكم باش نعملو لكم، ما عملتوش من وقتها لتو ما عملتوش. القصرين راهي واش حاسينا؟ حاسينا ان الحكومه مهما تعاقبت ومهما تبدلت الكراسي يجوش يعملوا يخيطوا جبه على قد الاشخاص اللي حاجتهم بهم باش يخدموهم. الجبه ذي اللي حسيناها انها حاجه من الاثنين، يا تجي واسعه على القصرين يا تجي ضايقه على القصرين. يعني جميل القصرين لبستها من 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 اقدم العهود، يعني لليومنا هذا ما حسينا. جينا نطالبوا كقصرنيه حسسنا ان بالرسمي محقورين، حتى في جلسه ما سمعوناش. اولا عايت يسر في اسلوبه في المعامله، اثنين حب يفرض منطق علو الصوت، ايش يعني السيطره، حب يفرض سيطرته على الحوار. اثنين نحن جينا على نقطتين اللي هو تشغيل اذ به يحل لنا باب كبير ياسر اسمه التنميه، اللي هي التنميه لا تعنينا في الوقت الحالي به. حاجه اخرى المقترحات اللي عطاها، ناخذ اكزامبل مقترح اللي تقدمت به وزاره الدفاع، خلينا نركزوا عليه برشا. المقترح اللي قدمته وزاره الدفاع هذه كذبه كبيره ياسر. كلنا نعلموا انه قبل بشهر ونص وزاره الدفاع، لحظه برك، وزاره الدفاع قدمت المطالب كونه هناك المؤسسه العسكريه ستنتدب 3000 ستحقق 3000 موطن شغل.
بمعنى انه بطبيعته القانون هذا كم مرر الدوله ايش عملت؟ عملت اعاده صياغه وقالت 25000، معناها كذبه كبيره هذه. اثنين، الطريقه اللي اعتمدوها بس يعملوا التمييز داخل البطاله باش ينتدبوا بها جماعه المؤسسه العسكريه، اكبر غلطه عملوها. واحد، ما عاد الجيش ما عندكش الحق. اثنين، تجوز 35 سنه ما عندكش الحق. ثلاثه، معرس فما امكانيه ان كان ما عندكش صغار تمشي. والانثى، اقصاء تام للانثى. ليه؟ هذوما اربع نقاط. ايش يحولوا لك؟ لحظه برك، اذا باش نجاوبك بالطريقه هذه، اذا قلت لك لا معناها هنا عدم وجود وطنيه، وهذا البيج اللي حاب تحطنا فيه المسؤولين والقرار السياسي. نحن رانا وطنيين، وكي نقولوا لا رانا نقولوا لا للقرار السياسي. باهي، نحن بطبيعتنا دروع بشري، نحن على الحد. قالوا عندكم الارهاب، الارهاب اكبر تنميه اعطتها لنا الحكومه هي الارهاب. والدوله كي ما تعملش وما تسيخش قرارات باش تنمي القطاع العام، دونك القطاع الخاص كيفاش باش يهم؟ نا اخويا انا مستثمر عندي برشا فلوس، تجيني الدار تقول لي بار القصرين، خويا القصرين فيها ارهاب، ما نهزش فلوسي للارهاب. كيفاش باش تبدل الصوره هذه؟ لازم نقصوا الارهاب، نحن راه ما عندناش الارهاب. واذا نحبوا نكون دروع بشريه، رانا نحن بالفعل دروع بشريه. دونك الفرصه اللي تحكوا عليها نتاع المؤسسه العسكريه، مع كامل احتراماتنا المؤسسه العسكريه اللي فيها اخواتنا وفيها بياتنا وفيها من جميع الاصناف، نحن رانا رافضينه. رافضينه من ناحيه المبدا، رافضينه من ناحيه القرارات. اثنين، نمر للنقطة الثانية، نحن جينا لهنا وخرجنا 5 تاع الصباح وتلمينا المعتمديات الكل، راهو مش من أجل أنك أنت باش تناقشني ولا باش تقدم لي مقترحات ولا باش نجي نفاوضك. أولا صياغة المفاوضة غلط. علاش؟ خاطر لا عندي شر ولا نتفاوض. كيفاش نتفاوض؟ خاطر جيت وسائل الإعلام صورت الاحتجاجات، تابعت ولو مش بنسبة كبيرة برشا الاعتصامات اللي صايرة في القصرين، خاطر يحبوا يعملوا بالنار على القصرين. باهي، دونك انا كي جيت لهنا راني جيت باش نفرض، راه عندي حق باش نفكه، مانيش جيتك بمبدا اني نالوطه، لا راني جيتك بمبدا انا الفوق. انسحبنا عندما تعرج السيد وزير التشغيل الى برنامج فرصتي. برنامج فرصتي اللي هو عباره على مسكنات لا ترضي اصحاب الشهاده العليا وخاصه اصحاب الشهاده العليا الذين طالت بطالتهم. هذا البرنامج هو تسكين الاوجاع فقط، مثل البرامج القديمه اللي تعودنا عليها من عهد بن علي، يعني ولم تلبي حاجه المعطلين عن العمل. هذا البرنامج اولا يمتد على سنتين، يقع تسجيل في مكتب التشغيل، ثم يتربص المعني بالامر مده سنتين، بعد هذا التربص يحيل على البطالة مباشرة، معناها فمش معناها إدماج في الوظيفة العمومية أو إدماج في الشركات أو في القطاع الخاص أو ما إلى ذلك. مقترحاتنا واضحة، هي موجودة بالدستور ونص عليها الدستور، اللي هي تفعيل التمييز الإيجابي للجهة، وجينا نطالبوا بمعناها نصيب هذه الجهة من الانتدابات، لازمها تأخذ كوتا تراعي التمييز الايجابي، لانها عانت على مدى قرون ومدى عقود وهي تعاني من مشكل البطالة. وجينا على مبدا مقترح اخر، وهو تشغيل فرد من كل عائله دون شروط، لان شروط سيد رئيس الحكومه هي تشغيل فرد من كل عائله معوزه. نحن قررنا حذف عباره معوزه وتشغيل فرد من كل عائله بدون شروط، لأنها تمس تقريبا كل عائلات القصرين، ولاية القصرين كلها عائلات معوزة في الحقيقة وعائلات فقيرة. نحن مطلب واحد ومبلور للناس الكل ديجا متفقين عليه، اللي هو التشغيل الفوري، خاطر بالرسمي عندنا أعمار، ديجا السيد اللي كان يحكي معاك نسمى صغيرة قدامهم، بالرسمي عندنا أعمار ما عندهاش باش يستنى، يقولوا استنى واش باش يستنى، ما عنده ما يستنى. عندنا حالات اجتماعيه، حتى كان صغير عنده حالات اجتماعيه ما عادش فيها ما تستنى، عيله ما فيهاش حتى راجل وما عندهاش حتى دخل، ونساء شنو منين باش تجيب الدخل؟ عواش تشجع الدوله هنا؟ القصرين معروف عليها لا فيها معامل باش تنجمي تخدمي فيها باش تدخلي منها دخل، لا عندنا ما عندك حتى شيء بالرسمي ما عندك كنت تخدمي، يعني جوست الوظيفه العموميه. يعني معنا المؤسسات هذاك واش طالبين؟ انتدابنا في المؤسسات العموميه، ما عندنا حتى حل اخر، ولا عندنا معامل، لا عندنا حتى شيء. هذه برقية عندها 10 سنين،
انت تبوني عندي 10 سنين مشيت للمندوبيه ولحد الان مازلت ما حملتش الكرطابله، نقطه استفهام علاش ما نعرفش علاش. هذه رساله لسيد وزير التربيه. احنا رانا رفضنا الجايه، مش في بالنا باش نقابلوا رئيس الحكومه، غير هما غادرونا، قالوا لكم بالنسبه للجيش ولغه الجيش هذه، نحن كمعتمدين فوسينا، نحن رانا منطقه حدوديه، نحن الشباب فوسينا تعرف ايش يعمل، متعاون مع الجيش، واحنا ضد الارهاب على فكره، نحن الارهاب راه مش تبعنا، راه منهم وفيهم، نحن ضد الارهاب، نحن نعرضوا في صدوريتنا الكرتوش، نحن اللي شادين الهم على العباد لهنا. بطال عاطل حتى بطال ما تجيش، عمري 20 فط محسوب ال 20، 20 تسم باللي جاري فيكي فكا يعلم بيا ربي، انا كان تحت بيا منظمه ارهابيه راني مشيت معاه، يشربوا لي عقلي نمشي، اما سبحان الله ماهيش كاتبه فيا انا باش نمشي معاه، اقسم بالله نحكي لك في اللوجيك وفي الواقع، في اصل خنار البلاد، انا مواطن تونسي تو كيفاش عاطيني هويه؟ عاطيني هويه، معناها بالضرب وهويه بالكلمه كاك تونسي، خويا ماني تونسي، كان عندي حق في الدوله اعطيهولي سينو نحي الجنسيه وابعثني للصومال، ابعثني وين تحب. وهذه راهو ما يستجبوش ليا، انا واحد من الناس كشخص راني مستعد باش نعمل كورده، ديجا عملتها بعد اليحيوي ونقذوني، وعملتها هنا وزيد نقذوني، المره الثالثه راهي هاي كورده صحاح.